بسم الله الرحمن الرحيم. طاب يومكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي برنامج الأصايل، نرصد لكم كل ما حدث في عالم سباقات الهجن من خلال السباقات التي حدثت هنا في ميدان المرموم، ومن خلال كذلك مهرجان سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان للهجن الذي سيقام هذه المرة في الإمارة الباسمة في الشارقة في ميدان الزيد، ليضم الكثير من الأسماء اللامعة في عالم سباقات الهجن والتي تستهدف أشواط الرموز أو الأشواط المخصصة لأهالي الشمال. فأهلا ومرحبا بكم. الوسمية بدون منافس على الإطلاق، وناموس على فوز طموحه. ترى بهذا الشوط شرابه يا ابو راشد، يا ابو راشد سلام سلام زاهر سلام، اسعد صباحا. اللحظات الاخيره ممدوحه ممدوحه ممدوح برشيده. تقدم عالي، تقدم عالي، هذه السلالة المعروفة الشاهينية. إذن مشاهدينا الكرام، ننتظر بعد أيام قليلة سنبدأ معكم رحلتنا من ميدان الزيد والمهرجان الذي يعتبر المهرجان الأهم في شهر ديسمبر من كل عام، ويستهدف شريحة كبيرة جدا من ملاك الهجن ومن أهالي الشمال بالتحديد. سنتحدث بإسهاب عن هذا المهرجان مع محللين الأفاضل، ونبدأ من اليمين مع سالم متعرض العفاري. أبو محمد المسيك بالخير، و كان البارحة بدأ مهرجان سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد وعاد كذلك بشكل سريع وفوري، وله جماهيرية كبيرة هذا المهرجان. صحيح. أول شيء نمسي عليك بخليفة وعلى الرابع متواجدين وعلى متابعين دبي ريسنج، وبالتحديد هذه البرنامج برنامج الأصايل الأسبوعي. نقول الله يطول عمرهم الشيخ خليفة وإخوانه الحكام، ما شيء قصير على الهجن، ولكن دائما لها خصوصية خاصة هذا المهرجان، مهرجان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد في الإمارات الشمالية تقريبا فيها، لكنه من العام والسنة هناك إضافات كثير طيبة مثل المزاين مثل المحالب، أضافت الكثير للإبل بشكل عام. فاليوم ما تحدد على الركض ولكنه بنطاق أكبر، ودائما هذه نظرة المعازيب طول عمر. مطر غانم القوبع أبو مسفر، مسيك بالخير. مرحبا أبو خليفة، مسي عليك وعلى أخوة شمال المحللين وعلى متابعينا على قناة دبي ريسنج، ويحقق خير من الله إن شاء الله. يا مرحبا. مرحبا. علي سالم أبو داود، مو سالم، مسيك بالخير. مرحبا أبو خليفة، مسي عليك وعلى أخواني المحللين وعلى جميع متابعينا عبر قناة دبي ريسنج. عبد الله حمد النهيان، مساء الخير. يا مرحبا، مسهلا أبو خليفة، مسي عليك وعلى أبو محمد وعلى أبو مسفر وعلى أبو سالم وعلى السادة مشاهدين أمام الشاشات، ونقول إن شاء الله أنهم يلاقون هذا المهرجان ورب يعود راعيه عليه كل سنة وكل حول بالفرحة والسلامة ولا من ولا أمان. اللهم آمين. معرض مؤتمر دبي الدولي للسباقات التراثية حضرته؟ حضره أبو محمد المبدع دائما. لا والله حضر أبو محمد، هو يكفي عن الجميع. الله يعطيه العافية. إن شاء الله زرنا هذا المعرض. هذا معرض طعمك معرض. شو المعرض هذا أبو محمد؟ هذا طعمك معرض ومؤتمر دبي الدولي للرياضات التراثية، معرض الشرق الأوسط 2021، وينظمه مجلس دبي الرياضي. نعم. كل الشكر لهم، على رأسهم سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد، وسعادة سعيد حارب كان حاضر. حقيقة اللي شفناه في هذا المعرض طبعا اهتمام كبير في الرياضات التراثية، منها سباقات الهجن ومنها طعمرك الخيل. مثلته الهجن خير تمثيل، نتمنى والله أنه. لكن ليش اختاروك انت؟ ما اختارونا، ما اختاروني انا، ما اختار ابو سالم، ما اختار ابو حمد، ابو مسفر، اختاروك انت بالتحديد. ليش
دائما طال عمرك يوم يكون الخيارات مفتوحة من الطارف اللي والي يسد من المجموعة، يمكن أنا والي التم والي التم ولا الرابع كلهم بهم الكفاية. رديت علي رد مرمها. لا صحيح، بس أبو خليفة اللي أنا حضرت في المؤتمر هذا العام كان النسخة الأولى والسنة النسخة الثانية، حطوا سباقات الهجن في 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 هذا المؤتمر، لكن طلعت أشياء كثيرة أنا تنورت عليها حقيقة يوم حضرت. يعني الاهتمام الكبير بالرياضات التراثية مثل ما قلت لك، منهن الهجن ومنهن الخيل والصقور، وهناك كانت في إضافة كبيرة طبعا من سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، قدم له التحية. أبو زايد دائما يهتم في الأشياء التراثية، منظمين فيه لعبات قديمة، يمكن اللي بيحضر منكم المعرض أو في الأيام القادمة بيشوف يعني لعبات مثل عظيم سراء، مثل لعبات قديمة. ما لحقت علم، ما لحقت ما خبرنا. أنا اللي شفت أنا شفت في دبي الرياضية في قناة دبي الرياضية محلل. انتهى المعرض اللي بعده؟ لا انتهى. بتصير عنا أبو محمد، بتصير قناة دبي الرياضية خلاص 18. بتصير عنا قناة دبي الرياضية. احنا دبي وين وبغونا حاضرين. اي ابو محمد وين صار؟ اي معرض انا شفته؟ في معرض ابو محمد. اي معرض ابو محمد؟ حضرت معرض اكسبو الدولي. ما بيض الله. اذا مشاهدينا الكرام، نبدا حلقتنا بهذا التقرير الذي نستعرض من خلاله 11 عاما من الانجازات، 11 عاما من الاسماء اللامعه التي سطعت هناك في الميادين الشماليه، سواء في التله ام اللبسه ام الثوان ام كذلك ميدان الزيد، من هذه الشارة التي أتت مكرمة سخية من أبو خالد. قبل 11 عاما ظهرت فكرة عملاقة غيرت من خارطة سباقات الهجن في الدولة، وأسست مفهوما جديدا من مفاهيم الدعم اللامحدود للهجن وملاكها. مهرجان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان للهجن الذي يحتفل هذه السنة بعامه 11. المهرجان جاء مفهومه مختلفا عن كل المهرجانات السابقة، فهو يقام في ميادين الإمارات الشمالية فقط بالتناوب، ويضم أشواطا مخصصة لملاك الهجن في الميدان الذي يقام به، مما شكل دعما كبيرا لهم وغير من حياتهم من جميع النواحي، كما أنه أثر بشكل كبير على الحياة الاقتصادية للمنطقة التي يقام بها، وعمل نقطة هامة في البنى التحتية للميادين في الإمارات الشمالية. وهذه السنة ستكون الإمارات الباسمة إمارة الشارقة على موعد مع النسخة 11 من المهرجان الكبير، وبالتحديد ميدان الزيد الذي ستقام به منافسات 174 شوطا للسباقات، إضافة لأشواط المزاينة والمحالب. عشرات الملايين خصصت كجوائز للفائزين، بالإضافة للرموز الغالية التي سيتنافس فيها أقوى الملاك وأفضل المطايا. مهرجان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولد كبيرا لأنه ارتبط باسم كبير غالي على القلوب، وهو عندما يحل في أي ميدان يغير من وجه الميدان، وتعم السعادة والفرح والأعياد بقدومه، حتى الرمال والأشجار والطيور تحتفل به. ونحن سنعيش أسبوعا منتظر وموعد مع الاحتفالات، فالكل رابح في المهرجان، وبمجرد المشاركة به فخر لكل اسم وكل مالك.
نحن في رياضة مشاهدين الكرام، رياضة محظوظة بدعم كبير من أصحاب السمو الشيوخ. ينتهي مهرجان يبدأ مهرجان، ننتهي من مهرجان يتم الإعلان عن مهرجان آخر، مهرجان جديد. هذه الرياضة تستهدف شريحة كبيرة، وهي الرياضة الأهم في دولة الإمارات على المستوى المحلي وكذلك على المستوى العالمي. لها أهداف كثيرة، ومن أهم أهدافها المحافظة على موروثنا العربي الأصيل. نحن استمتعنا بهذا التقرير، لكن أثناء عرض التقرير قال لي أبو محمد في خبر جديد، في مهرجان جديد بيتم الإعلان عنه. شو هذا المهرجان أبو محمد؟ أقول يعني ما في استغراب، يعني في دولة الإمارات دائما يعني ما عندنا دائما أن نتفاجأ، ما في مفاجآت. شوف خلنا نكون واقعيين، حديث الساعة اليوم حديث الشارع الرياضي مهرجان، يعني يقولون في مهرجان يمكن يكون عن إكسبو أو مهرجان إكسبو. هذا الخبر متداول بشكل كبير، نحن مش مصدر رسمي للإعلان عن هذا الخبر، لكن هذا اللي حاصل في مجتمع سباقات الهجن. يتحدثون سباق مهرجان إكسبو، هل فعلا ممكن تكون، هل في بادرة، في أخبار، هل فعلا الخبر بيكون صحيح؟ في بطولات استوت في الطير أظني الإكسبو. نعم نعم، في مهرجان البحر، وأكيد أن الهجن يعني من ضمن قائمة باقي. بس أبو سالم لو تذكر قبل حلقتين راحا هو اللي قالنا فيه برنامج بيكون سباقات الهجن لإكسبو. هي يوم عندنا مبارك من ثعلب. لا. يوم أخذنا اتصال. نعم يوم أخذنا اتصال قلت لنا ترياك في مهرجان إكسبو. لا قبلها الحلقة اللي قبلها. أنا كنت موجود. صح. أذكرك يمكن عندك ريحة خبر. صح. أنا أقولك لا تفاجئ يعني. لا. هي العلوم عند أبو خليفة. شوف المهرجان في مهرجان إكسبو كنت أقصد مهرجان الطيور، أنا ما كنت أقصد مهرجان الهجن. خازبك. بيتوفى مرة هذه يوفي هذا والله عازم يطول عمارهم. لا تستغرب أي شيء منهم يدوروا. لا شو اللي ضحك يوم أنت قلت كنت أعني مهرجان الطيور؟ هي مهرجان إكسبو يمكن أنا كان عندي عقبها كذا هو الله يعطي العافية بشر هالهجن أن شيء مهرجان الطيور. جزاك الله خير. لا قلت لي بيكون ما بين دبي الوثبة مهرجان، بيطلع في ميدان دبي، احتمال في كلام انه يكون بين دبي الوثبة المرموم الوثبة. هذا اللي طرحته علينا انت، واتمنى ان شاء الله انه يكون صح. نحن نقول له الهجن ابتسموا ان شاء الله في خير يا مهرجانات يا هي. طيب يعني نتكلم عن مهرجان حق مهرجان الطيور ولا حق الهجن؟ ابتسموا له الهجن، نقول ابتسموا. شوف اصلا ما في في وقت حق مهرجان، ما عندنا مشكلة. لا بس في وقت يا اخوان، في وقت مرة لو كان غادي وقت في غادي وقت في بعد ولي عهد. انتوا تكلموني بالالغاز، ما انا واحد يقول لي خاطر ليش تكلموني بالالغاز؟ احنا اليوم لو قالوا مهرجان بعد مهرجان ابو خالد الله يحفظه بيومين الكل بيركض فيه. نعم الله يطول عمرهم، من يحطوا لنا مهرجان احنا مركضين مركضين. لا بس بو سالم انت تناقض نفسك. لا ما ناقض نفسك، تحيد يوم كنت جالس هالمكان وقلت لي ان لازم يحطون وقت اقل شيء اسبوعين. اكيد هاي تجهيز رياضيه. الحين تيجي تقول لي لو يومين. لا 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 هم يحطون اسبوعين. غيرت رايك؟ لا يعني ايش غيرت رايك؟ يعني بس انت الحين اسبوعين اللي يبغى يجهز ناقته مثلا اكثر، اما من يحطون الشاره في كثير شريحه ما بتركض في مهرجان ابو خالد، بتركض في دبي في الدول الفرعيه. شوف في نقطه مهمه، والحلال وايد حد يوزعوا الحلال. نتكلم عن 20,000 مطيه. نعم رموز الخمسين اللي خذوها ما راح يتكررون إلا بعد 50 سنة كلها، وأكسبو كذلك. يعني أنت صح. تتكلم عن دورة ما ندري متى الله بالعمر كلام. إذا في عندنا أكسبو ثاني كلام. فهذا المهرجان إذا حدث مهم جدا أنك تأخذ رمز في مهرجان صحيح. يحمل هذا الاسم. هذه ما تعدي على المعازيب بالأفكار هذه الطيبة، ما تعدي منها. مدام الحديث عن مهرجان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد، شوف الفائدة يعني اللي هي واضحة، ولا هن الفوائد كثيرة في هذه المركاض الدورة الرباعية في الميادين الشمالية. نعم. من أهمهن واللي هي تطبق حاليا في دول الخليج، أن كل ما حطوا في ميدان تعدل الميدان كامل من صيانة من أشياء كثيرة. صح. وهذه اليوم الفكرة موجودة على مستوى الخليج، من طبعا بالإضافة إلى كل الفوائد الأخرى اللي يكسبونها أهل الهجن بشكل عام وأهل المنطقة بشكل خاص. نذكر في بداية أول شارة كانت لهذا رأس الخيمة 2013 ما يعدون 20 تقريبا، ما يعدون 20 مطية في شوط أهل الشمال. أمس في المركاض الأخير العام
صافينها صفيت فوق المية. صفيت نعم فوق المية. ابو محمد ما دام طريقه اهل الشمال تمام، اهل الشمال مركزين ابو خليفه على الانتاج اكثر شيء، فنتمنى ان يفتحوا لهم اشواط انتاج. هذا نزل الجدول، الجدول موجود نزل بس ما في انتاج، ما في انتاج، ما في انتاج. نتمنى حق اهل الشمال يكون لهم اشواط انتاج، لان العرب هنا مهتمين في الانتاج اكثر من الشرايا. احنا مشكلتنا وعندهم صراحه انتاج. احنا مشكلتنا نشتط دوب، ولا هو كل الاشياء هذه لا، والعلم عند الله. الواحد يعني من كثر اللي شافه من افكار وشاف من اشياء جميله يعني الدوم تخطر على بالك، وبعد ايام تحصل من 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 المعازيب ومن المسؤولين. هذه الفكره اللي تفضل بها ابو مسفر 100% انها في قادم صح الايام موجوده بتجيب عمرها صح 100% صح. لان اهل الشمال بتلاحظ عليهم مركزين في الانتاج، بتلقى يعني اغلب اهل الشمال هم اللي يقدمون الفطامين قبلنا نحن في دبي، بقول كلها في الوثبه عندهم يدبون عندهم اهتمام كبير في الانتاج اكثر من من الشرايا. تقام كثير من مهرجانات ابو محمد للفطامين في في الامارات، سواء في راس الخيمه، سواء في الجوال، في التله، في التله سواء في عجمان، سواء كذلك في الشارجه. في كثير من مهرجانات في فتره الصيف للفطامين. هذه المنطقه والامارات الشماليه متميزين في الفطامين. شوف ابو خليفه، اكبر شريحه عند اهل الهجن هم شريحه اهل الفطامين. الفطيمه بتلقاها تقريبا عند كل عزبه، فالمهرجانات اللي تقام للفطامين تكون مردودها ايجابي، مردودها كبير لهال الفئه هذه، فئه الفطامين. كلنا نستفيد منها. اذا يوم يحط مهرجان للفطامين يشتري التاجر من الفطامين ويظهر عنده حشوان يتاهلا في المستقبل في الاعمار الثانيه حق اشواط السيارات واشواط الرموز. هذا الفطامين بنفسهم يصفون حشوانهم يركضون في المهرجانات هذه ويبيعون ويحصلون رزق منها. الحين لو نتكلم عن مركاض الفطامين، عندنا من بدايه شهر 11 شفنا بدايه المراكيض سواء داخل الدوله او خارجها. اذا بنتكلم عن الصعيد المحلي، عندنا في ميدان التله شفنا شاره سمو الشيخ راشد بن حميد وقيمت في هذا الميدان، وما شاء الله تبارك الرحمن شاره قيمه سنويه يظهر منها ركاب سبق تستوي منها بعد في ميدان التله. حتى في ميدان اللبسه، في ميدان اللبسه كذلك مهرجان. في ميدان السوان العام شفنا شاره سمو الشيخ الدكتور منصور بن طحنون اللي قيمه نعم راعي الضبي مهرجان كامل راشد بن سعود في اللبسة، وسمو الشيخ الدكتور منصور بن طحنون قدم شارة في ميدان السوان، وكانت تقريبا مهرجان متكامل. أشواط لهل التراث، السباق التراثي، أشواط للصعوب، أشواط للمشتركات، أشواط لهل الميدان. فكان مهرجان تمام من أصحاب السمو الشيخ في هذه الفئة كبير مثل ما كانت في سالم في هذه الشارة. فشارة الفطامين يعني ومهرجانات الفطامين جدا مهمة سرطان عمارهم على هذا الدعم. ابو سالم اباك تكلمني عن نظره ابو خالد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد في تخصيصه مهرجان يدور على اربع ميادين للامارات الشماليه ويخصص سباقات او بعض الجوائز لهم او الاشواط مخصصه لابناء هذه المنطقه. شو الهدف؟ نبغى نوصل هدف سموه للمجتمع. شو الهدف اللي يبغى يرسله سموه لهذه الفئة بالذات؟ أبو خليفة، احنا لو تكلمنا ما تكلمنا في أبو خالد الله يطول عمر ويحفظه ويعطيه الصحة إن شاء الله وطولة العمر ويرزقه إن شاء الله لبطانه الصالحة. أبو خالد نظرته بعيدة ويسوي للمستقبل. هذه الرئيسات في الإمارات الشمالية أول من أسسها ودعمها المغفور له الشيخ زايد الله يرحمه ويغفر له. آمين. وهو اللي طعمك بناهن، وهو اللي أسسهن، وهو اللي عدلهن، وهو أول ركض فيهن. شفت؟ واستوى الركض بدعم من سموه الله يرحمه ويغفر له. فاتت سنين والرئيسات هذه مثل ما تفضل أبو محمد أصبحت رئيسات طيبة، لكن ما فيها الصيانة المطلوبة اللي يبغيها راعي الرئيس. أبو خالد يبغي يدعم المنطقة ويعرف يعني اخواننا والمتابعين للركض ان هذه الرياضه احنا مهتمين بها، هذه الرياضه احنا محافظين عليها، هذه الرياضه داعمينها. وضع المركاض في الامارات الشماليه، اول ما قالوا الشارع ذكر في راس الخيمه الدنيا حيت، الرئيس تعدى، السوق تحرك، الدنيا كلها قدت طعمك نشيطه. اشواطها للشمال اللي دعم بها الله يطول عمره اخواننا في الامارات الشماليه، والتسعيرة الإجبارية على البائع والشاري
يعني شفت ناقتها للشمال من تسبق خلاص من تطلق خشمها ما بلك انت يا راعيها تنقلص في قلص اللجنة المنظمة. الشيء الثاني الاخوان في الامارات الشمالية اهتموا بحلالها وسعوا وطوروا انقبضت الاولية مواد محظورة الثانية مشراية انقبضت الثانية الثالثة مشراية هذا كله فضل الله وبركات الله وبو خالد بو خالد الله يطول عمره الركض يقول لك أنت يا أبو خليفة وكل إنسان عايش على دولة الإمارات والخليج أن هذا الدعم المواصل به الله يرحمه زايد وخليفة بن زايد الله يطول عمره عقب 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 الشيخ زايد والحكام أنه مستمر ودعم كثير. فهنا مسج أنكم أنتوا حافظوا على رياضتكم انتبهوا عليها احنا ان شاء الله بندعمكم. نعم. وانتم اهتموا في حلالكم واحنا ان شاء الله منتونا بنشتري. نعم ابو محمد الفئات اليوم نتكلم هل فقط هل الركض هم المستفيدين من هذا المهرجان؟ هل فقط المنتجين ملاك الهجن المستفيدين من هذا المهرجان ام المهرجان الفائده منه تعم فئات كثيره؟ شوف أبو خليفة من تم الإعلان عن هذه الشارة وأنها سنوية وواضحة يعني تواريخها واضحة وميادينها واضحة يعني اليوم العام في اللبسة من العام معروف أن النقلة القادمة الموسم القادم بيكون في الذيد هني طبعا التجهيز للركض وتحت إدارة يشكرون حقيقة اللي هم الاتحاد سباقات الهجن في نادي أبو ظبي على التنظيم حتى على مستوى لإرضاء الجميع وكل شخص في الركض يأخذ حقه. أذكر أعتقد يوضحوا لي الربع إذا أنا غلطان في التاريخ اللي هو آخر تسجيل 26/10 الشهر اللي راح آخر تسجيل لأهل الشمال إن هذه المطية عندك مشي آخر أسبوع وقلت لك أبو خليفة عطني مطية في شهر 10 أذكر 26/10 شهرين 26/10 شوف عشان كل شخص يأخذ حقه وما يكون فيه مداخيل فيها ظلم الحد هذه من ناحية ركض أهل الشمال ولكن المنطقة بشكل عام وما مو بالذيد بس الذيد خاص إذا السنة الذيد خاص لكن هي المنطقة الشمالية بشكل عام اللي كل ما حول الذيد يتحرك الهجن أهلها يتحركون أهل المنطقة اللي هم أهل الذيد اليوم أفرح الناس موجودين في أهل الخليج من ناحية أن كل الجماعة أهل الخليج بيكونون عندهم اليوم العربان هذيل البدوان يفرحون بخريفة بفرحة عارمة بحضور أهلهم وربعهم لأنهم في يوم من الأيام كانوا عندهم في ميدان الوثبة يوم كانوا عندهم في المرموم في الشحانية في المملكة العربية السعودية في سلطنة عمان في الميادين لكن اليوم على ضوء الدعم هذا من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد لهذه الشارة لا اليوم هم كذلك جماعتهم وربعهم يجونهم فيجهزون العزب وضافوا يعني حضائر وضافوا وايد شغلات لاستقبال ضيوف بالإضافة إلى المحلات بالإضافة إلى الذبائح بالإضافة إلى فئة كبيرة كل شيء نعم نحن طبيعة الحال المهرجان هذا يوم يحضر في المنطقة نفسها أحياء نعم. المنطقة بشكل كامل صحيح. صحيح. بشكل عام حتى الفنادق ينشغل الشوارع المحلات صحيح. المحلات تستفيد إن هل العزب طول عمرك يكرمون الضيفان عشر أيام كلها بهرجة وفرحة صحيح. واحتفال عبارة أبو خليفة وفوق هذا كله جو جميل وجو شتاء واختيارها موفق هالشارع موزع في أجمل شتاء في العالم في مخيم مراكش بيكون هناك موجود ولا والله ما أدري بأخوينا راشد بن سلوم المسي عليه بالخير لا يكون هناك ولا لكن بو سعيد ما يقصر في كل المهرجانات حاضر وفوق ذي كلها أخواننا هذا الذيت ولا قصور بالعربي باقيين يرحبون من يوم استوت الشارع أنها إعلانها أنها بتكون في الميدان نعم. الذيت وهم يرحبون ويعدلون عزبهم ويوسعون حضائرهم للضيوف الله يطول عمرهم نعم. ويعرف عليهم إن شاء الله التوفيق والبيعات في هذا المهرجان نوجه الشكر والتقدير لمعالي الشيخ سلطان الحمدان النهيان على الدعم الكبير من خلال متابعته لأدق التفاصيل وكذلك نوجه الشكر لعبد الله مبارك المهيري وجميع القائمين في اتحاد الإمارات سباقات الهجن على كل ما يقدمونه لعالم سباقات الهجن بسالم للأمانة عملهم يستاهل الشكر للأمانة معالي الشيخ سلطان الحمدان الله يطول عمره
أنا أعتبره الأب الروحي لسباقات الهجن. معالي الشيخ سلطان بن حمدان دائم قريب من ملاك الهجن، دائم سموه حريص على متابعة كل كبيرة وصغيرة في سباقات الهجن، قريب من ملاك الهجن. معاليه مشرف شخصي على هذا المهرجان والمهرجانات اللي تقام، بالإضافة لوجود سعادة عبد الله بن مبارك المهيري، احنا نوجه له أبو بطي تحية. استاهل أبو بطي، من الأشخاص يعني المتميزين، ودائما يعني تلقاه في نص الميدان الله يجزاه خير. احنا من فترة شفنا الجماعة راحوا للذيد وشافوا طعمك شو يبغون هالمنطقة وشو الترتيبات اللي بيرتبون في الميدان، يعني صيانة كاملة، ترتيب كامل. هذا يدل على أن مثل ما قال أبو محمد والربع أن هذه الميادين تعيش فرحة، فرحة الملتقى اللي هو طعمك الشارع هذه اللي هي غالية على الجميع. نعم. تحمل اسم أسد الإمارات أبو خالد الله يطول عمره. الله يطول عمره. كذلك السوق أبو خليفة، اليوم احنا في شارة الشيخ محمد مش بس هالشمال، حتى طعمك اللي بيركض من السعودية. أشواط الرموز مفتوحة ولا مخصصة الأشواط؟ مفتوحة. لا مفتوحة. لكن أنت اللي بيركض أشواط مفتوحة ولا محلية؟ ماشي محلية. ماشي محلية. صبح أربع. محلية ماشي. يطري طلع أشواط الرموز. ماشي أشواط محلية. ماشي. رموز؟ الرموز. لا لا. ماشي. لا في آخر يوم، في آخر يوم. في محليات. رمز محليات. لكن أبو خليفة في اللقاية في الحجايج، اللي بيجي من الكويت واللي بيجي من السعودية واللي بيجي من قطر ومن عمان ومن الإمارات بشكل عام ومن أي مكان، نطيته سابقة مشرايه. هذا اللي نشوفه من كم سنة، وإذا قبضوا الأول الثاني مشرايه. صح. هذا طعمك بعد نعمة. هذا يعطيك دليل أن اللي يحضر كمالك يشارك أفضل ما لديه، يحضر بأفضل ما عنده في العزبة، أفضل ما لديه، وبعدين أصبحت يعني هدف لجميع ملاك الهجن. صح. بمثفر، بالإضافة للمهرجان هذا أبو خليفة. نعم. أنا قطعت حديثك. المهرجان، مهرجانات يعني الفعاليات اللي حاضر في المهرجان نفسه، عندك فعالية المزاين موجودة، وكذلك جوائز المحالب. نعم. هاي السنة الثانية على التوالي. السنة الثانية على التوالي. نعم. مهرجان متكامل لهل البادئ، لهل الهجن بالأخص، لهل لبل. راعي المحالب بيحصل خير، وراعي المزاين بيحصل خير، وراعي الركض بيحصل خير. مهرجان متكامل. نعم. شامل مهرجان. وفوق هذا كله أشواط أظن فيه سباق تراثي على ما أعتقد. في أول يوم تراثي. في أول يوم. أول يوم يكون سباق تراثي. خلاص تم خلاص سباقات مهرجان قبل. هذه السباقات التراثية يبشروا. نعم. إن خلاص إن في كل مهرجان أتوقع خلاص نشوف الجائزة الزايد، وهذا ثاني مهرجان بدت خلاص اعتماد سباقات تراثية. الله ما يستاهلون. الله ما أمين. وأنتم بيض الله وياكم أكثر عمارة رمست في البرنامج. والله إحنا. والله هم يستاهلون نتكلم. وحنا اليوم كإعلام أبو خليفة، كإعلام أو برنامج الأصايلة أي برنامج، هو اللي يوصل المسج لأصحاب الشان. الله يطول عمرهم أصحاب الشان، ما يقصرون. الله يطول. دائما طعمك كل اللي يبونه ملاك الهجن ينفذونه ويقولون تم حاضر. لكن أنتوا اليوم كإعلام أنتوا تروحون العزاب، تروحون عند الناس تشوفونهم شو يبون شو ما يبون، زين، وتوصلون رسالة للاتحاد، والاتحاد يوصل رسالة لولاة الأمر، وهم الله يطول عمرهم خيرهم وايد، بد على البعيد كما يبد على الجريب. نعم. بومسفر أشوفك. والله أنا عندي كم ملاحظة. هدوء، هذا الهدوء يخوف. إن شاء الله أنا ما يخوف، إن شاء الله أنا في مصلحة العرب ومصلحة العرب العالم. أبو خليفة، طعم كنا حنا يعني كل السنة الحمد لله نركض في مركز الشيخ محمد بن زايد الله يطول عمره. أنا بنفسي عندي ملاحظات صارت علي في الركض مثلا. الحين طعم كان ركض المنطقة المكان ما يساعد، كنا يعني كثافة سيارات تبرع في الركض في الشوط. احنا شفنا في الكبرى اشواط الرموز من داخل فقط، اللي عنده مطيه يسوق من داخل اشواط الرموز فقط. نتمنى انه يطبق حتى من برا كل اشواط. التجربه شو رايك فيها؟ تجربه زينه. انا تندمت، انا كنت عندي قعود في الرمز، بريت من برا ومضريت اندعم متري اندعم وسب الزحمه، زحمه من الجمهور اللي يطمش. شيوخنا الله يطول عماره من افضل المنصات سووا لنا اياها، صح، من افضل التلفزيونات والكاميرات حطوا لنا في المنصه. ودنا المنصه ترد تحيه من جديد. يعني انت لو بتشوف لقطات الشيخ زايد الله يرحمه ومراكيض اللي قبليه، يعني كانت حتى اتذكر المراكيض كانت قبل تلفزيون ما شيء، سماعه بس صوت، وكان العرب بقول لك بالالاف في المنصات. فنتمنى من الجمهور، نتمنى من الجمهور
أن المطمش يقعد في المنصة أو يقعد في عزبته. رسالة للجمهور. للجمهور نتمنى، ولا نتمنى قانون. ليش؟ لأني أنا الحين أركض بطيئتي، أنا أعصابي وتفكيري مش عندك أنت يا اللي مطمش. أنا قد صارت علي مرة في مركز في اللبسة في مركز الشيخ محمد بن زايد، كنت أركض وأسوق روحي، ما عندي حد يسوق بي وفي شوط رمز. بس خليت الرمز. خليت الرمز لك خليت الرمز بعد شو؟ بعد ما ضريت شخص قدامي دعمته هو سيارته. ليش أنا أتسبب في حادث لا قدر الله، خاصة مع السيارات الصغار أكثر شيء في الشمال حصلنا. أنا أتوقع يمكن الجمهور ولا مثلاً شوية كثرة الاستيعاب الموضوع وملاحظة أكثر. على البكبات يبرى من برا مثلا يدق باب على مطيته وهو معزب ينادي عليها من داخل. يعني أنت يبدق باب حي عمطيتك مطية علي هبسام عدق عدال مطيك تراها. فنتمنى هذه الظاهرة تنقطع، اللي بيطمش يقعد في المنصة، والبكاب الكلوزر في مركاض أتكلم معاه مركاض الشمال لأنه مسموح يبرم برا ما في حد يردعه. نتمنى أن يرد بالعكس، بقول شال العمال رد بالعكس وترياه عند الحضيرة القبض بيك ومطيتك وقبضها. أما طال عمرك تيجي تزاحمني أنا من رف الركض. طيب شو حد قال لي أبو خليفة ليش ما تبرم مطر أنت من داخل في الكبرة مثلا؟ قلت أنا أرتاح من برا لأن من داخل في مسارين، مسار للشيوخ ومسار للركض. الحين أنا إذا بريت من داخل المسار لعدال الشيوخ الكاميرا مرة تسكر علي منظر مطيتي ما أشوفه، ولا طعق موتر الشيخ خاطف تقدم ذرة، يعني في خمس ثواني ضيع الشوط عليك. فمن برا تكون أنا كوجهة نظري من برا أنا أوضح لي المطية. طيب فنتمنى أن حتى يتطبق من برا. رسالتك للجمهور. نعم. شو رأيك في رسالته للجمهور؟ والله رسالة أبو مسهر رسالة طيبة، وطلب أبو مسهر يعني أن ينشر مثل ما تقول الثقافة، أن المفروض الناس، لأن اليوم ليش هو ما يرد على اللجنة المنظمة اللي تنظم المهرجان؟ اللجنة ما مقصلة، فما تقدر ما تحصل باب عليهم، الباب اللي حصله على الجمهور، والجمهور المفروض لأن اللجنة طيب عمرك في المنصات كلهن. احنا اليوم نتكلم عن مهرجان مش ركض مثلا في الديد او في اللبسة او في مكان مفتوح، مو مشكلة، هذا مهرجان يعني فيه جائزة مثل رمز او الجوائز الثانية المادية. صح. يعني مركاض مو بسيط، المفروض يعني كل الناس تكون عندها ثقافة شوي. اولا عندي الشوط السادس وانا حاضر من الصبح، بجلس في المنصة او في عزبة بتابع ركض. وقف الباركينج ما عندي مشكلة. وقف في الباركينج أبو محمد حتى بتليفونك تقدر. نعم. تليفونك تتابع. نعم. الشاشات العملاقة. شاشات متوفرة. متوفرة. متوفرة في كل دورة. صح. في يعني صح. وين الدور اللي فيها مهرجانات. صح. طول عمرهم كلها موجود. اليوم طول عمرك المسؤولين مثل الأندية نادي دبي أو نادي أبوظبي ما ودهم يوصلون مرحلة يعني ممنوع تروق. مفروض انت من نفسك تعرف ما عندي شوط ليش اتبع ان كان برا وداخل. ومثل ما تفضل مطار يعني في ناس يرغون من برا، صاحب المطيه هو من داخل وعنده الاجهزه وعنده كل شيء، هم بس شو يصيحون هرنات وريسات على البوش. مطيتك هذه مثل ما انت مطيتك مطيه الاخر خويك اللي مشارك عندك بعد عفت عليها يعني يمكن يشجع خويه. لا هو شجعني في منصه هو لا لا صلي بارك لي. لا لا هو تضيع مسار. لا لا هو تضيع مسار الصوت الهرن والدق تضيع مسار المطية المنافسة، هذا معروف. صح. في ناس يدقون على مطايا مشان يطفلوا بها، هذا معروف واضح. فنتمنى الناس توصل لثقافة أن طعمك يلتزم في عزبته، يلتزم في المنصات. في المنصات الحين دخل المنصة بوفيه كل شيء متوفر، حتى البوفيه الأكل موجود. نعم. كل شيء موجود. نعم كل شيء. لا تغدى في عزبك صراحة. رسالة أبو مسفر رسالة طيبة. رسالة طيبة. وطبقوها عندي نقطة. عندي الخدم نفسي. أنت يا المطمش نقول خل نفسك بدأ ذي الرجال اللي يركض مطيته ويحاسب على المهرجان وقاعد ينادي عليه. من أعصابه وش عنده؟ حتى نفسك المركز. المركز. حتى نفسك مكان. يعني أنا عبد الله تلوم. عبد الله أنا قد دعمت رجال تلومت فيه. سامحني تراني ما شفتك مطار. لا ما انا عيني في مطيتي هي ترى ثواني المساله. صحيح صحيح. مطار وهاي الشيء طول عمرك نشوفه في كل والعام تكلمنا. نعم. في البرنامج الصايد تكلمنا. هي مثل ما قال ابو الثامن الثامن في اللبسه كان هي مثل ما قال ثقافه توصل للجمهور. صح. صح. ثقافة. حتى الفيديو موجود يعني الثقافه هذه بتلقى كلها. اقول لك ابو خليفه يتابع من التليفون. ابو خليفه الحين شوط الرمز. شوط الرمز في خاطرك عطني عدد مطايا اللي بيروحون في الرمز. رمز الحقائق اي 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 كل ما يكبر العمر كل ما يقل الحقائق
قول حقايق هو اللي أسرع سن ومسافة قصيرة. 50 50 ما نقول 50 نقول 50 إنزين. ليش ما يروحون 25 سيارة ولا مثلا 50 سيارة؟ 50 مالك. لا لا 50 مالك إنزين، 25 من برا 25 من داخل بيتوزعون مثلا. سجلت مطيتك؟ والله صدقك 25 بخليفة. سجلت مطيتك؟ سجلت مطيتك؟ الحين مطيتك سجلتها خلاص، قبل ركض بيوم انت اكيد بتكون موجود في الميدان اللي انت بتركض فيه. صحيح. صح. تروح تستلم كرت. الحين احنا اللي لاحظناه في الكبرى شرطي، شرطي وعنده كشف الاسماء. شو يقول له؟ قال له جيت انا، قلت له مطر غانم تفضل. خلاص موجود مطر غانم. لكن إذا جيت أنت قلت له مطر غانم وأنت عصام مش مطر، يكتب على اسم على خلاص أوكي دخل. بس إذا أنت جيت قلت له حد يمكن سبحان الله يقرأ بحط اسم مطر وبدخل، ما كان يحط مثلاً هو علامة أن هذا الشخص دخل. أما إذا عندك كرت يسلم الكرت ويدخل، مثلا ما دخل ثواني يعني. كل اسم له موتر، له كرت، ومش شرط كل اسم، مو شرط. الحين علي مثلاً وعندك محمد بيركبون رباعة في موتر واحد يتوزعون. لا لا كرتين عندهم، ها كرتين عندهم يدخلون. عندنا شوطين تفضل ادخل. بس مبدئيا اذا سوى الكروت بتكون شويه في عرقله، مركاض مركاضين خلاص خلاص الناس بتمسك بريك، بتفهم تفهم ان هذا الشغله خلاص بدون هذا ما تدخل. والله انا اشوف شغله يعني الكروت هاي شويه صعبه، انك انت جالس بعد عندك الشوط الثالث الشوط الرابع رمز بتبتير انت برا تري. لا 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 ما اتكلم عن هالشيء انا، بس مجرد ما تسوي كروت الاشواط الرموز زين اشواط الرموز. انا بركض الشوط الرابع، الشوط الرابع بدخل من الشوط الاولي. بس مو حلك كيف ادخل من الشوط الاولي؟ انت بتكون اذا راعي الشوط الرابع بيحضر الشوط الاولي مليون بيبره ترى مليون بالمية. لا بس لا راعي الركض، راعي المطيه اللي بركض في الشوط اللي بركض الشوط الرابع اكثر العرب. انا اتكلم عن الجمهور المطمش مش الملاك الهجن اللي يركضون في نفس اليوم. انا اقول كمساحه عندنا كمساحه في المسارات مساحه كبيره في الوثب هاي تقدر، وحتى في الدبي اللي تبغى في الديت باكر كعب الدالي يوم انا دعمك 60 موتر باكر طعمك انت يوم بتصير اعتبره في الشوط. خل طعمك ولا بالمتعرض ولا عصام يسوق عنده اذا ما حد. لا لازم حد زين. اعطيك مثال، انا ما اسوق، انا اسوق ابي اخوي مرات يكون دوام انجبر اني اسوق روحي. ابو محمد اروح مسجل شوط طالع زين الله يعلمه علمه على التوفيق. علي ماشي مساحه يعني من برا عندك ميدان الذيت شارعين خطين ومنك كله عوازل قافية واحدة فتسوي زحمة. أنت يوم ركضت العساس كنت حفزان؟ لا والله بحفزان حفزان لا مو بحسبة حفزان. أنت بليت الرجال ودعمته يوم ركض العساس العساس أخذ الرمز بتأي سنة؟ لا رايد بالزمن أضغطه 2017 2017 الحياة تقول لي موضوع أو حل. إحنا بنحل خليه أبو خليفة من أربع سنين المسألة هذه، المسألة ما انحلت خاصة في مهرجان الشيخ محمد بن زايد. نتمنى ان يطلع يعني العرب تذهن. تقول صبر شويه عندكم منصه ركض جمود ثنايا اثنين في الوثبه وسبقنا الله يبارك لك. زين شفت اسوق روحي كنت شفت ماشي زحمه ماشي باكر يلا تعرف انا باكر مسجل في الرمز. لحظه لا ما عندي شيء باكر مركب محمد بن زايد. اني عندي سياره خاصه للمركاض هذا ما بتحصل بركب موتر تعرف انت اللي شفته في الوثبه. طيب لا موتر ثاني لأن إذا يندعم إذا ما عندي مشكلة. طيب يا أخواني هذا الموضوع خلونا وصل رسالة طيبة رسالة وصلت ونتمنى كذلك دائما نحن نريد أن يكون جمهور الهجن من أكثر الجماهير ثقافة ووعيا ويعون تماما مدى المسؤولية الملقاة على عاتقهم من خلال مساعدة اللجان ومساعدة كذلك رجال الأمن في تيسير الأمور أمور السباقات لكي لا نرى أي حوادث أي أمور ما نحب نحن نشوفها. لهذا نحن نتمنى من الجمهور أن اللي ما عنده مطية يلتزم ويتابع الأشواط سواء بالتليفونات أو الشاشات العملاقة أو خلال المنصات لكي يظهر المهرجان بالشكل الجميل وبالشكل الرائع والمميز. ما نريد نحن نتكلم عن أمور ثانية أنتم تعرفونها ونشوفها بعد كل سباق من ينتهي الشوط نشوف أمور ما لها داعي نحن نشوفها. فنتمنى من الجماهير أنها تعي تماما مدى المسؤولية والمهمة الملقاة على عاتقها في إنجاح هذه المهرجانات. إذا المشاهدين الكرام الأسبوع المنصرم شهدنا منافسات كانت ممتعة ورائعة في سن الكبار هنا في ميدان المرموم. شهدنا منافسات هجن أصحاب السمو الشيوخ في سن الثنايا والحول والزمول، وتميزت هجن المؤسسات من خلال التجهيز الرائع للقادم من مهرجانات. دعونا سويا نتابع هذا التقرير.
ميدان المرموم كان شاهدا على منافسات السن الكبار لهجن أصحاب السمو الشيوخ في الأسابيع التاهيلية. البداية كانت مع الثنايا والتي اشتملت على إقامة 14 شوطا على مسافة 8 كيلومترات. الشوط الأول للإبكار حققت الشاهينية لهجن نادي الشباب بقيادة المضمر سالم سعيد الفوز بعد أن قطعت المسافة ب 12 دقيقة و 37 ثانية وجزئين من الثانية. الشوط الثاني للجعدان كان النصر من نصيب شاهين لهجن الرئاسة مع المضمر محمد بن عتيج بن زيتون المهيري بعد أن وصل أولا ب 12 دقيقة و 38 ثانية وتسعة أجزاء من الثانية. الشوط الثالث للأبكار سجلت هجن نادي الشبا مع المضمر سالم سعيد نقطتها الثانية مع شاهينية التي قطعت المسافة ب 12 دقيقة و 41 ثانية. أما الشوط الرابع للجعدان مرة أخرى تبدع هجن نادي الشبا مع ذات المضمر وهذه المرة عن طريق شاهين الذي أنهى السباق ب 12 دقيقة و 47 ثانية. الشوط الخامس شهد تسجيل أفضل توقيت عن طريق العايد للشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد آل مكتوم مع المضمر سالم بن نايع بالشاوي بعد أن قطع خط النهاية في الصدارة ب 12 دقيقة و 36 ثانية و 8 أجزاء من الثانية. وفي منافسات الحول والزمول حضرت الإثارة والتشويق أيضا. الشوط الأول للحول حققت الشاهينية لهجن العاصفة بقيادة المضمر غياث الهلال النصر بعد أن قطعت المسافة ب 12 دقيقة و 28 ثانية وتسع أجزاء من الثانية، توقيت لم يكسر حتى نهاية الأشواط. الشوط الثاني للزمول حقق هملول لهجن ساح السلم بقيادة المضمر سعيد بن محمد بن مروشد الفوز بعد أن سجل توقيتا بلغ 12 دقيقة و 52 ثانية وأربع أجزاء من الثانية. الشوط الثالث للحول أبدعت الشاهينية لهجن العاصفة مع المضمر غياث الهلالي وكتب اسمها في سجل الفائزين ب 12 دقيقة و 41 ثانية وخمس أجزاء من الثانية. رابع الأشواط سجلت هجن الرئاسة أول نقاطها في المنافسات عن طريق شاهين بقيادة المضمر محمد بن عتيج بن زيتون المهيري والذي سجل 13 دقيقة وثانية. منافسات رائعة وجميلة ونقول ناموس لجميع مؤسسات هجن أصحاب السمو الشيوخ والأداء الجميل والرائع. أبو محمد تميز هجن العاصفة في سنة الثنائية، هجن العاصفة الرئاسة هجن السمو الشيخ راشد بن حمدان بن محمد بن راشد المكتوم سياح السلم وكذلك هجن زعبيل. الشوط الأول ذهب مع الشاهينية لهجن ند الشبا وكان التألق مثير لهجن ند الشبا في ذلك اليوم، ثلاث أشواط من أصل أربعة من الأشواط الأولى. نعم والله نهني هجن ند الشبا وسالم سعيد على هذه النتائج اللي نشوفها لهذا الشعار، شعار ند الشبا. شفنا لهم مشاركات اسبوع المنصرم ان كان في المرموم او ان كان في ميدان عاصمه الميادين ميدان الوثبه، صراحه نشوف الاستعدادات قويه لكل هجن اصحاب السمو الشيوخ. الموسم هذا يبشر يعني مستوى عالي لأن نشوف كل الهجن مستواها قوي، وهذا يأكده التوقيتات أبو خليفة، نشوف توقيتات قوية إن كان على مستوى هجن العاصفة أو الرئاسة أو هجن زعبيل أو هجن نادي الشباء أو هجن أصحاب السمو الشيوخ، فمستوى عالي. شفنا مشاركات حتى على مستوى المنافسات الخارجية إن كان هجن العاصفة هجن زعبيل هجن سيح السلم، هذا يؤكد أن مشاركتهم اللي كانت هنية واستعدادهم حتى في منافسات الخارجية خارج الدولة كان لهم مشاركات قوية، فننتظر منهم إن شاء الله هذا الموسم يكون قوي جدا منافسات هجن أصحاب السمو الشيوخ خاصة لا. في السن الكبير لأن دائما السن الكبير الناس ينتظرون فيه في الحيل بالتحديد اللي هو دائما السيف. أتوقع بيكون هجن الإمارات بشكل عام لها بتكون منافسات قوية على مستوى الخليج. نعم، تألق هجن العاصفة من خلال هذا الأسبوع سواء في
في المرموم أو كذلك مهرجان المؤسس، وتألق كذلك هجرة أصحاب السمو الشيخ هناك في مهرجان المؤسس أبو سالم. والله أبو خليفة إحنا ما نستغرب يعني تألق هجن العاصفة، هجن العاصفة مؤسسة عملاقة داعمة رئيسية من المؤسسات الداعمة لسباقات الهجن. هجن العاصفة دائما متواجدة في صلب المنافسة، دائما تكون من ضمن المؤسسات اللي منافسة على يعني على الأشواط الرئيسية. يعني شفنا هجن العاصفة للأمانة تألقت في سن الإذاعة في ميدان التحدي، ميدان الشحانية، قدمت شمعدان وقدمت جلمودة في أفضل صورة وأفضل أداء متميز، والفترة الصباحية أيضا، لكن في المساء كان يعني أداء جدا ممتاز يطمن جماهيرها ومحبينها أن أداء الحلال بيكون إن شاء الله في هذا الموسم يعني موسم طيب واستثنائي بإذن الله تعالى. مؤسسة هجن العاصفة تملك يعني أسطول من خيرة الحلال. وبعدين إحنا لو تكلمنا يعني عن العاصفة هذه اللي شفناها أمس أركضا في مهرجان المؤسس في الإذاع، هذه مشتريات من مهرجان ولي العهد والمراكيض، يعني في يوم واحد اشتروا 205 أو 210 حجاج، أظني من حجاج والقاية في يوم واحد، يعني الحجاج والقاية 200 وشيء، يعني هذا أسطول السنة إذاع هنا. فأكيد أنه طال عمرك مؤسسة هجن العاصفة والقائمين على هذه المؤسسة نوجه لهم تحية، عندهم فكر أن المطية ما بلازم تركض حجة والجية، يضخرونها للإذاع والثنايا والحول، وهذا اللي نشوفه عند المؤسسات بشكل عام. فنتمنى لهم يعني التوفيق. شفنا كذلك تألق هجن اسمه الشيخ ذياب بن سيب بن محمد آل نهيان، تألق في هذا المهرجان في سن اللقاية وسن الإذاعة وفي سن الثنايا. أيضا هجن اسمه الشيخ زايد، هجن اسمه الشيخ منصور بن طحنون، هجن الضبي، شفنا نعم راهد بن حمدان، شفنا يعني هجن تألقت للأمانة وكان أداها طيب. وهجن زعبيل، وهجن زعبيل أيضا تحت قيادة المضمر نسيب بن عمير، نعم نسيب بن عمير، وعند بن رشيد وإخوانه المضمرين. أمس رمز المحليات اللي هجن أصحاب اسمه الشيوخ في الثنايا كان من نصيب هجن زعبيل، وكان أداء جدا متميز. الحذر نعم نوجه له تحية. مالك الله يطول عمره الشيخ مكتوم بن حمدان، والله يرحم الشيخ حمدان بن راهد وعظامه إن شاء الله لينا، ويطول عمر إن شاء الله عياله اللي واصلوا على نفس المسيرة. نعم والحذرة يعني كان أداها ممتاز ونهايتها جدا ممتازة. وبن مروشد للأمانة يعني نشوفه تألق في جميع الأسنان. وبن مسالم رسالة، قصدك رسالة أنت؟ رسالة نعم، بنت الحذر هي. أنا تقول الحذرة قلت لا لا لسان هاي بكرة، هاي بكرة الباعي كلمني راشد بكرة ضالع من سنتين ما شاء الله تبارك بكرة هاي لها مستقبل السنة إن شاء الله طيب. أظني ما شرايا هي من عند بن الشاوي. هي نعم من سنتين ضالع الناقة هي مركضت كله. تحضون بارح حالة ما شاء الله بخير ناقة سمين. لا وبعد ما ضربها وايد بعد. كل المؤسسات محمد ما ضربها وايد. ما شاء الله الناقة الباكرة ذي بتوقع لها شان كبير إن شاء الله في المستقبل. سلعة لها تشفع لها. أنا يوم نسينا اسمها ذكرنا أبوها. أبوها. تعرف أبو محمد الحقران الرابع يعني المؤسسات كلها اللي شاركنا في ميدان المؤسس سواء من سنة الحقائق لين سنة وصلنا سنة الحول حاليا. كل مؤسسات أبدعت، من مؤسسة بداية كانت مؤسسة هجن الضبي، بالإضافة إلى هجن زعبيل، بالإضافة إلى هجن سمو الشيخ ذياب بن سيف، بالإضافة إلى هجن العاصفة. فالمؤسسات اللي ذكرها أبو سالم يعني كل اللي شاركن كلا خذ نصيبه وأبدع في مشاركته، عسى الله يوفقهم إن شاء الله توفيقا طيب. وإحنا من فترة كنا نتكلم أبو خليفة قبل فترة نطري المهرجانات اللي دائما تكون فيها أشواط الهجن أصحاب السمو الشيوخ تكون لها زخم، تكون لها متابعة كبيرة. هجن أصحاب السمو الشيوخ متواجد في المهرجان تثري المهرجان، فما بالك لو نضافت استوت فيها إضافات. مثل إحنا شفنا هناك مهرجان المؤسس فيها أشواط للحقائق، فأشواط للحقائق الهجن أصحاب السمو الشيوخ، فكانت فكرة جدا ممتازة. فلو تطبق هذه المهرجانات عندنا كذلك السعودية موجودة، قد صارت مرة واحدة صارت عندنا في ميدان المرمى، لو انضافت عندنا احنا كذلك هني في المهرجانات بتزيد الخير خير، بتزيد بهرجة بهرجة، وبيكون مهرجان كامل من جميع المعايير. عبد الله اتذكر ذيك السنة محطه، اتذكر بكرة فطيمة بتاعت ب 800
نعم هذاك الوقت في طيمة لما حطوا المركز هذاك بكرة في طيمة بتاعته 80 متر في عندنا في شوشة بنبوتة نعم. فدائما كل ما يكون دعم أكثر للمهرجان بإضافة أشواط لأصحاب السمو الشيوخ وإضافة فئة بيكون مردود للجماعة. والله يا عبدالله نحن كالجماعة نعم. نركض يعني في البدو ودنا كل رئيسي عندنا في الإمارات في شيوخ صحيح لأن كل ما زادت مراكز الشيوخ كل ما زاد المشترى كل ما زاد المشتري نعم. كل ما زاد التنافس. نتمنى كل مهرجان يكون عندنا في مركز شيوخ. ومهرجان مهرجان يوم أول مهرجان اللي مهرجان الطائف يوم استوى في أشواط الحقائق. نعم. كم استوى البيع في ذيك السنة في فطامين استوى بيع ما شاء الله بيع صح. يعني. برماه بوحنا. شيء بالعدد نعم. بعدين مسافة كافية يعني ما بنا مسافة قصيرة يعني 4 كيلو. أربعة. السنة ذي يعني هو اللي جاي ويش. كيلو. كيلو يعني بس المنافسه ان انت حسب قصدك ان المهرجان يكون كل الفئات كامل الاعمار نعم نعم بالعكس شيء طيب والله نعم بيكون دعمك للسوق نفسه طيب نعم فعلا مؤشر هام على مستوى التحدي في المهرجانات القادمه نعم. التميز اللي شفناه كذلك في مهرجان المؤسس والتميز اللي شفناه في المرموم من ناحيه التجهيز يعني اللي هجن الرئاسة بقيادة المضمر محمد بن زيتون والمجازف احنا نوجه له تحية بقسيم يعني العام حاصد 12 رمز يعني أكثر مضمر يمكن العام في جميع المؤسسات حصد رموز اللي هو كمضمر اللي هو محمد بن عتيق بن زيتون العام رصيده 12 رمز من داخل الدولة وخارج الدولة فاليوم يعني أول مرة نشوف يعني شعار بن هجن الرئاسة بقيادة المضمر محمد بن زيتون المهيري في ميدان المرموم وكان يعني ظهور هجنة يعني مطمن لجماهير هجن الرئاسة أنه راح يكون هذا الحلال يعني في المهرجانات القادمة سواء كان في مهرجان المملكة العربية السعودية أو المهرجان اللي راح يقام في ختام المرمومة وختام الشحانية وختام الوثبة راح يكون لها حضور وتواجد ممتاز خطير أبو سعيد والله أبو سعيد يعني دائما يعد حلاله وإدارته ممتازة والعام الله وفقه وحلاته صحته زينة وتوفق في الركض وكذلك يعني هجن العاصفة يعني تطمن جماهيرها بأنها السنة يعني بعد مستعد والحلال أداءه ممتاز شوف سبقا وحلالها الحلال سبق وعصية في البطان يعطي مؤشر وأريحية لأن هذه المؤسسة يعني عندها أسطول أيضا متكامل بنشوف منافسة شرسة السنة أبو خليفة لأن المنافسة يعني شوف عندك هجن العاصفة هجن زعبيل هجن ند الشبا هجن الرياسة هجن الشحانية هجن البشاير في سلطنة عمان هجن البشاير هجن المملكة العربية السعودية هجن المملكة البحرين جميع ملاك الهجن ينتظرون هذه المنافسات في الختاميات شوف هذا هجن الرئاسة عند مضمر محمد بن عتيق بن زيتون وحلال بن زيتون ما شاء الله صحته طيبة وأداء طيب ويعتبر يعني أول مشاركة رسمية له في هذا الموسم أول كان يركضهم في الدور الفرعية ولكن في ميدان المرموم نشوف أول مشاركة وأداءهن جدا ممتاز يطمن أنهم بيكونن في 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 مستواهن وفي أداءهن الطيب إن شاء الله بإذن الله تعالى الحديث عن أبو خليفة عن بعد أصحاب السمو الشيوخ في المشاركة الخارجية كذلك نثني على ربعنا اللي سنحت لهم الفرصة وشاركوا كذلك في الشحانية كانت لهم مشاركات قوية في الرموز وفي السيارات اللي مثلوا طبعا دولتهم ومثلوا شعاراتهم أمس شفنا لهم صراحة مشاركة طيبة وهذا دائما يعني المتوقع من هجن هالإمارات كان على مستويات المهرجانات دي أو لما يكون هناك مهرجان أو اللي هو كأس الخليج في السنوات اللي راحت دائما دولة الإمارات تحصد الأكثر الرموز في الأولمبيات كان في المملكة العربية السعودية نعم فدائما هجن الإمارات إن كانت على مستوى الشيوخ أو مستوى الجماعة دائما يكون لهم
نصيب الأسد دائما في المشاركات. العام يوم بالحمدون بالحمدون نعم 6 أظني أو 7 رموز تقريبا خذ السيف نعم. متميزين الملاك الإماراتيين بطبيعة الحال من خلال تواجدهم في أغلب المهرجانات الرئيسية داخل الدولة وخارج الدولة. نذهب لمنافسات سن الثنايا ومنافسات هجن أبناء القبائل هنا في ميدان المرموم. الكبار عادوا مرة أخرى إلى الميدان الذكي ميدان المرموم في رحلتهم مع الأسابيع التأهيلية. هجن أبناء القبائل دارت بينها منافسات قوية في الثنايا على مدار 16 شوطا على مسافة 8 كيلومترات. الشوط الأول للإبكار المحليات لم تترك الحذرة لجابر بن صالح بن جابر العامري أي مجال للمناورة أو التريث، بل من بداية الشوط سيطرت على المقدمة وربما أسلوب ركضها يفضل التواجد في منطقة لا ترى أمامها أي مطية أخرى. هذا التقدم استمر حتى النهاية لتحرز الفوز بدون أي أوامر وبزمن وقدره 12 دقيقة و49 ثانية وجزء من الثانية، مع أن البقية حاولوا أن ينتزعوا الفوز ولكنهم فشلوا. الشوط الثاني للإبكار المهجنات اختلف المشهد قليلا، ولكن النهاية كانت مشابهة للشوط الذي سبقه، فمع بداية الشوط تصدرت كل من ظبية ومنصورة، ومع توالي الكيلومترات بدأت توسع الفارق بينهما وبين البقية مع تقدم طفيف لمنصورة التي بمجرد أن دخلت إلى الكيلومتر الأخير انطلقت لوحدها في المقدمة دون أي ردة فعل من الظبية التي تأخرت للمركز الرابع لتحرز النصر ب 12 دقيقة و33 ثانية وجزء من الثانية، منافسة ساهمت في تسجيل أفضل توقيت في ذلك الصباح. الشوط الثالث للجعدان المحلية اختلف السيناريو، فمع بداية الانطلاقة تجمعت الجعدان في مجموعة واحدة ولم تكن هناك فوارق يمكن أن تحدد البطل، ومع الدخول إلى 1000 متر الأخيرة بدأت التحركات والأوامر فتصدرت شقا للسالم بن عامر المنصوري بفارق حوالي 50 مترا على عالي لعبد الله بن صالح بن جابر بن صالح العامري، وظن البعض أن شقا حسم الموقف لصالحه وأصدرت الأوامر لعالي فيزيد من سرعته ويتفوق على الجميع ويحرم شقا من الفوز ليعود له ب 12 دقيقة و55 ثانية و9 أجزاء من الثانية. الحذرة أمها بنت سراب وأبوها الحذر الشيخ حمد بن راشد الله يرحمه. عالي كذلك شو السلال اللي نحذر منها؟ عالي أخوها من اللم وأبوه شاهين عالي. مشاركات متميزة خاصة في الأشواط الرئيسية في صباح اليوم. والله الحمد لله ركاب طيبات والبكرة دي السنة مركضها كلها زينة، وقلنا بينها الشوط الأول إن شاء الله. الشوط الرئيسي دائما يحظى بالتحدي، بنقول من بداية الستارت حتى خط النهاية، ونحن بدينا نقترب من يعني بداية المهرجانات، الجميع الجال المشاركة اليوم على أرضية هذا الميدان. والله الشوط الأول له ناموس خاص وله فرحة خاصة، وأي واحد يركض بغانا في الشوط الأول، الحمد لله الله وفقنا وسبقت البكرة. علي كذلك قدم أداء متميز خاصة في الأمتار النهائية. والله علي زين مركاضه يقعد وحنا مشجعينه، لكن أبونا أول ما أعطانا صراحة، هي أول سبق له السنة الحمد لله الله وفقه. ما شاء الله حلال الانتاج، ولكن المشاركة والثقة وضعتوه في الأشواط الرئيسية. والله قلنا بغينا أن نجرب الأشواط الأولية والحمد لله توفقنا. الأداء موجود اللي قدمها الحذرة وقدمها عاني صباح اليوم هي أداء الأشواط الرئيسية عالية خاصة، ونحن بدينا نقترب من المهرجانات مهرجان سيدي صاحب السموشة محمد بن زايد عن الأبواب. والله احنا متأملين فيها صراحة، ركاب سبق وكلهن اخوات تراهن منهم، وان شاء الله انهم مراكيض الجاية بتكون ان شاء الله في الشوط الرئيسي. الشوط الرابع للجعدان المهجنات شهد العديد من التغيرات في المقدمة لعدم وجود فوارق كبيرة بين الجعدان، فتناوبت على الصدارة عدة أسماء حتى شهدت الجعدان المنصة الموازية لخط النهاية ونقطة إصدار التعليمات، وهنا انطلق مضياف لسعيد بن أحمد بن محمد بن دري الفلاحي، وكأنه بدأ السباق الآن ويضع فارقا كبيرا لم يستطع أي اسم أن يصل إليه ليحرز المركز الأول ب 12 دقيقة و49 ثانية. سيب سعيد مباركك على تألق مضياف في أول أشواط صباح هذا اليوم.
يستاهل خير من الله، الحمد لله على التوفيق. القود سبوق طيب، والقود شارينه يا طويل العمر قدام الكبرى، وشاركنا في الكبرى وما كان على الجهوز التام، الحمد لله اليوم على الوعد. أداء كان متميز خاصة في اللحظات الأخيرة، يمكن دخل في الأمتار النهائية وحافظ على المسافة وعلى التقدم ويرى الشوط بنقول في الأمتار النهائية. القعود هذا هو عادة طبيعة ركضة من نصف المسافة يستلم، بس القعود اليوم كان شوي ثقيل والحمد لله السبوق تيزم. القعود تعرف يعني كمل شهر عندنا واختلف عليه كل شيء، فيعني لو غيره يمكن أنه ما يركض، لكنه بارك فيه. ثقة تامة وضعته في الشوط الأول الرئيسي، الشوط الأول دائما يكون التنافس فيه من بداية الستارت حتى خط النهاية، وتكون أسامي فيه أيضا أسامي لها ثقلها ولها وزنها، ولكن شاركته في الشوط الأول يمكن المسافة قصيرة من انتقاله للعزبة الجديدة. والله شارينه مثل هالأشواط وأقوى الحمد لله. الأداء اللي قدمه خاصة في صباح هذا اليوم كان الشوط الرئيسي يحمل بالتحدي والإثارة من بداية الستارت حتى خط النهاية، يهل الأشواط الرئيسية قادمة. والله هم مشرع إلى الأشواط الرئيسية، وإن شاء الله نقول أن الله يوفقنا. وإذا بتسألني عن سلالة القعود يا طويل العمر، القعود أبوه ولد يبار الشيبة وأمها بنت المتحد. ناموس لكل من سبق معنا هنا في ميدان المرموم من خلال التحديات والتجهيزات في السباق التأهيلي لسن الثنايا أو كذلك الحول والزمول. بومسفر الحذرة يابر مصالح بن يابر العامري هي من انتزعت وخذت الشوط الأول، توقيتها 12 دقيقة و 49 ثانية وجزء واحد من الثانية. شو رأيك في الشوط بومسفر؟ الناموس ليابر بن صالح بن يابر العامري على فوز الحذرة، والله يوفقنا ان شاء الله، وعقبال ما نشوف اشواط الرموز ان شاء الله. تضحك اشوفك شيء تكن موجود، تبرى الشوط من خالي ولا من داخل؟ انا لا ما عندي شيء في الوذبه كنت ناموس. نعم سهلك خير سهلك خير والله يا ابن مصالح، حصل على نقطتين في هذا الصباح في الشوط الاول بكار محليات وللمصادفه ان امهن نفس المطيه، أخوات من لهم نفس الناقة، نقلة جنة يعني. هذا كنت أتكلم فيه بخليفة أنا. نعم. الحذرة. أخسر لك الوقت. الحذرة. نقلة جنة في المختبر. حذرة وعاد. وبنقلة جنة في العزبة، نقل بشكل مدروس ومرتب. خالي خف ينزل شوي السعر بنسيل للمختبر. لا هذا الشغل هناك شغل مرتب شغل. حتىني. عقب فترة الله بعمر وسلامة، يمكن عقب 5 سنين أو 4 سنين. كل هالعزب بيسوي النقل أجنة. كل ليش بيسوي النقل أجنة؟ مش من الصعوبة، لا خليني أخبرك، الكل بيتعلم الشغلة مش صعبة. كيف؟ مش صعبة يعني يوم أنت تركز فيها، تبغي بس إسارة شوية في الموضوع وشخص فطين في الشغلة والأمور وجه زي جهاز. دكتور يعني؟ ما بشرط دكتور، إذا عندك أنت جهاز وعندك المعدة الثانية اللي تقدر تطلع طعمك منها، طريقة البويضات تحطهن في الجهاز تحطهن في المطية، الشغلة ما يعني مش ذاك الزود فيها صعوبة. طيب خلينا بس تخلص الأشواط برد على هذا النقطة. منصورة علي بن عبد الله بن علي الكتبي وأداوة الأربعة بن محمد يستاهل ناموس. والله نهني علي بن عبد الله الهادفي كتبي على فوز منصورة. أنا صراحة اللي أولاق صورة في الركاب كلهن طيبات، لكن أخذت انتباهي هذه الباكرة بتوقيت مميز، سجلت 12:33 بكرة ما شاء الله تبارك الرحمن، شكلها طيب وأداها طيب وفرادها طيب، يعني التوقيت مميز جدا أبو خليفة. هذه من البكرات اللي يمكن يكون لها شان في الأيام القادمة، فيكون بس يمكن أنها متأخرة في إعدادها. نعم يعني أنا عن نفسي أول مرة أشوف بكرة، لكن بكرة صراحة تميزت بحضور هذاك اليوم 33، يعني توقيت مو بسيط سجله، والبكرة ما شاء الله خفيفة محلية. أتوقع من مهجنة. نعم أتوقع من كبار الملاك ولا قصورهم في الهادفي أنها أكيد بيكون عليها سوم. بكرة ما شاء الله ركضها طيب، وخاصة في السن ذي العمر أنك تأخذ مطية بهذا المستوى، يعني تخدمك اليوم في هذا السن وتخدمك في السن المرغوب، نعم اللي هو سن جوائز قيمة جوائز السيوف.
أتوقع الناقة دي ما بتخلى من السوم، إن بكرة ما شاء الله قدمت. أما بخصوص جابر اللي هو صالح بن جابر أبو خليفة عالي، لا عنده عالي وعنده جبارة، هذا عالي حذرة، هذا شوط عالي الحذرة. نهني صالح بن جابر وأنجاله الكرام، أخو الحذرة، أخو الحذرة من لم أخوها من لم من لم أبو عالي، هذا يقول أبو عالي شيء إيه الله يبارك فيه. فحقيقة هذا الشعار دائما يحضر تميز، إن كان في الوثبة نعم صاحب رمزين في الكبرى نعم أو في ميدانهم طبعا في الصبرة دائما نشوف هذا الشعار. والناقة ذيك من البوش الطيبات يعني، طلعت في المقدمة وأنهت ما شاء الله نهاية قوية، توقيت بعد كذلك 49 توقيت طيب نعم وتوقيت عالي مميز. فنهني صالح بن جابر وإنجاله على هذا الفوز، الغير مستغرب حقيقة على هذا الشعار. نعم نذهب لشوطنا الرابع. أبو حمد مضياف سعيد بن أحمد بن محمد بن دري عفوا الفلاحي، وقول له الناموس. بداية أنا نهني الشاعر الجليسي سعيد بن أحمد بن محمد بن دري الفلاحي، وإن جاء له كرام على فوز مضياف نبارك لهم هذا الفوز. الغير مستغرب من هذا الشعار، دائما يحصل على الأشواط الرئيسية وأشواط الرموز هذا القعود، مثل ما شفنا اللقاء قبل شوي عند مالك مضياف عندما تكلم عن مضياف وسلالته وأدائه، وتكلم أنه قعود يعني تقريبا تقريبا من شهر من تغلب مكيته، على ما أعتقد يوم سمعنا كلام سيف بن سعيد بن دري أنها من شهر تقريبا من تغلب مكيته لهذا الشعار. فما شاء الله تبارك الرحمن يعني مطيها دائما سعيد بن دري يحرص أنه يشتري أفضل السلالات وأفضل المطايا، واشترى مضياف. أول شيء نبارك لها على المشترى الصحيح وعلى الأداء الطيب، ونبارك لها كذلك على الأسامي اللي دائما نشوفه يتميز بها سعيد بن دري، مضياف، مرتاب، مسبار، مرتاب، أسامي دائما مميزة الشاعر. عسى الله يوفقه ويبارك له إن شاء الله في المال الطيب، ونتمنى له إن شاء الله التوفيق في المهرجانات القادمة. من ذاك اللي الهم حقيقة مثل ما تفضل أبو أحمد، الشاعر دائما له نظرة في المشترى، يعني دائما الحلال الإنتاج طيب، لكن أكثر المشتريات اللي يعقدها يعني دائما تكون لها حضور في أشواط الرموز. نعم مثل القعودي ما يلتام على حضور في الشوط الأول، لكن بارك فيه قعود طيب وحضروه وأركض ركض طيب وتوقيت طيب مضمر لمضمر صعب يبقى وقت، لا خاصة شهر عدل. نعم تحديد شهر صعب يعني. صحيح الله يبارك. نعم نذهب في عندكم مداخلة في الثنايا ولا ننتقل للحلوة الزمود؟ لا ودنا عند الوسمية، نروح عند الوسمية. نعم نذهب إلى الوسمية نتابع. في منافسات الحول والزمول لهجن أبناء القبائل أقيمت منافسة 16 شوطا على مسافة 8 كيلومترات. الشوط الأول للحول المحلية تجمعت الهجن في المقدمة، ولم نستطع أن نحدد على من نراهن أو من نستبعد من الرهان. صراع كبير دار على طول المسار، وانحصر تدريجيا بين الذيبة لمحمد بن سلطان بن مرخان والوسمية لسعيد بن سهيل بن دليوي الكتبي وكيف لمحمد بن أحمد الشامسي. صراع استمر بين هذه الأسماء الكبيرة قبل أن تحسمه الوسمية لصالحها ب12 دقيقة و55 ثانية وجزئين من الثانية. الشوط الثاني للحول المهجنات استمرت الإثارة وتواصل التشويق في المسار الذي دار فيه تحدي كبير بين عدة أسماء على انتزاع الصدارة، خاصة مع تقارب المستويات، حيث تصدرت المتحدة المسلم بالرمل العامري، ومن خلفه تواجدت 4 أسماء تنتظر اللحظة المناسبة للانقضاض على الصدارة، ومن بينها طموح المهير بن عني بن راشد بن سويلم التي كان لديها طموح كبير في الفوز، ظهر في آخر الأمتار حقق ما جاءت لأجله وتحرز النصر ب12 دقيقة و49 ثانية و6 أجزاء من الثانية. الشوط الثالث للزمول المحليات تصدر الهارب لسالم بن خلفان الكتبي المشهد، وقاد الزمول معظم المسار بفارق جيد، ولكنه لم يكن يدرك أن هذا الفارق لم يكن كافيا لحرمان البقية من التفوق عليه. فمع اللحظة الأخيرة من الشوط تقدم سراب لسيف بن راشد بالشعال العليلي ويشعل المنافسة في آخر الأمتار ويحرز اللقب ب13 دقيقة و9 ثوان و9 أجزاء من الثانية بعد منافسة شرسة مع متعب لخليفة بن محمد العامري.
والله صراحة طويل عمرك هو مسح بالجنة إنتاج مختار الجزيرة أبو ظاهي بيخ ليه أبو سيف الشيخ ليه أبو سيف وما بنت الحياة سبعير عندنا من زمان كان حدد من سلالة مسيحة أداء متميز قدمه صموده حتى اللحظات الأخيرة والله طول عمرك عبايد البير هذا صابر عندنا كم مرة وتعرقل علينا العام شوي ومنافس في الدوار الفرعية والحمد لله كل ما يالا نعده شوي شوي وإن شاء الله بيبي يضويها في الأيام الجاية إن شاء الله. الشوط الرابع للزمول المهجنات كان هناك نجم واحد حضر وأثبت أن لا مقارع له في الشوط، لاهب لمحمد بن غدير بن عبيد الكتبي الذي أخذ زمام المبادرة مبكرا وحافظ عليها حتى النهاية ويعبر خط النهاية كما بدأ في المركز الأول بثلاث عشر دقيقة وسبع ثوان وسبع أجزاء من الثانية. هذا توفيق من الله الحمد لله على هذا الصباحية الطيبة ولهب مش غريب عليه طبعا سبق طبعا لها ماضي قوي يعني العام رسول العام رسول سيارتين وصلنا ما شاء الله الحمد لله ما نعود عشان تراجعه بكل الأرقام جاهزيته يمكن وصلنا إلى جاهزية الحلال يمكن بنسبة 80% أو 100% كيف ترى جاهزيته أيضا للمشاركة في الأيام القادمة؟ والله بعد نقول بعد مو جاهز بعد اليوم عرفه هذا اليوم بعد ما نلجه إن شاء الله عنده مزيد بشرك أنا أموره طيبة الحمد لله واللهب إن شاء الله وعدكم أن يكون من له نصيب الأسد في الأيام القادمة. ظن البعض أن المشهد الرئيسي قد انتهى على ما حدث عليه سابقا ولكن كان لسعود بن علي بن سعود الوهيبي رأي آخر فقد أراد أن يترك بصمته في ذلك الصباح حتى لو في شوط متأخر. ففي الشوط الرابع عشر كان هناك سيناريو مثير جدا حيث تجمعت الحول في منطقة المناورات ودار بينهم صراع كبير بقيادة غزلان لسعيد بن أحمد العمري ومن خلفها العظبة مع بقية الأسماء وقبل النهاية بتسعة أمتار تسللت وخطفت الفوز في آخر لحظة مسجلة زمن وقدره 12 دقيقة وتسعة واربعين ثانية وستة أجزاء من الثانية زمن يذكرنا بزمن طموح في الشوط الثاني لتتقاسم أفضل توقيت في منافسات الحول والزمول. نقول الناموس كذلك لمالك الوسمية سعيد بن سهيل بن دليوي الكتبي على انتزاع الشوط الأول بمصفر. شفت شوط الوسمية؟ نعم هو الوحيد اللي تابعته ذاك اليوم وقصوره رجال الباقيات. الوسمية ناقة سبوق فرصيدها رمز وبقولك بكل الناقة هذه في الكبرى ما كانت في يومها نقول كبرية رابعي نعم ما كانت في يومها الناقة البارحة المركات هذا كان ركضها ستناي الناقة نعرف حين تلحق الناقة في الكيلو الأخير لكن الناقة من سرحة بارك فيها سرحة قدام الشوط نعم النومس لبن دليوي ولعلي سلطان برشيد يستاهلون وهذه معشوقة الجماهير عندنا الحين الناقة هاي لها معزة عند العرب كلها وإن شاء الله نشوفها شوار السيوف إن شاء الله نتمنى شو سبب عدم يعني تقديمها لمستوى في الكبرى الناقة يمكننا متأخر الناقة يكلمنا علي سلطان الناقة وايد تضلع عليه يقول لي مطر حتى مركضها اليوم بتخب باكر في الدورة بيدرب بتخب قال والله العظيم أني أحفز لين تخب أشوفها بخير أرتاح الناقة ضلع وايد تضلع الناقة فالضلع يأخر المطية الناقة توقع خلاص من عقب المركض هذا إن شاء الله أنها جاهزة نتمنى ذلك. نروح لصاحبة أفضل توقيت وهي الطموح المهير بن علي بن راشد بن سويلم بن محمد جاب الطموح 12.49 وست أجزاء من الثانية. والله نهني راعي طموح بن كليب يعني من الشعارات المميزة على مستوى الخليج الشعار هذا ممثل المدام الدائم وخير من يمثلهم شفنا في البداية انطلاقة المتحدة ناقة بالراملي وتقريبا أخذت المساحة كلها حتى تقريبا الأمتار الأخيرة مثل ما تشوف وصلت وهذا دائما ما يحب المالك المطية اللي دائما تحضر في الأمتار الأخيرة وتحضر يعني بنهاية وتميز وتوقيت الدليل ولا كان المسافة بعيدة بينها وبين المتحدة لكن دلول بارك فيها من النوعية اللي تفرح مالكها إن شاء الله في الأشواط
الرئيسية في قادم الأيام. نهني بن كليب على المستوى، نهنيه على التوقيت، ونهنيه أنه صراحة اليوم أنت في العزبة تعطيك مؤشر ناقة مثل هذه خاصة حائل، هذا طبعا داعم كبير ومفرح للمالك واللي مشجعين هذا الشعار. نعم يستاهل، يستاهل أبو محمد يستاهل. نروح لشوط الثالث، وكان سراب على الموعد لسيف بن راشد الشعال العليلي أبو حمد، وانتزع أول أشواط للجعدان المحليات أو للزمول المحليات. الزمول المحليات نعم. بداية نهني مالك سراب سيف بن راشد الشعالي العليلي على فوز سراب في الشوط الأول للزمول المحليات، وحصل على التوقيت 13 دقيقة وتسع ثواني. شعار الشعالي من الشعارات اللي الله يبارك له في ذا المال الطيب، من الشعارات اللي دائما نشاهد لهم مشاركات طيبة، شعار قديم في الركض، شعار ثابت وجوده في جميع المشاركات. نتمنى له التوفيق إن شاء الله. الشعالي دائما اسم رنان في عالم سباقات الهجن، شفنا حضوره في الشوط الأول في بسراب، عسى الله يبارك له في ذا المال الطيب، ونتمنى له إن شاء الله التوفيق في مهرجانات القادمة. وسعراب ما عدل الشوط الأول إلا هو كفوله، وإن شاء الله أنها يتوفق في مشاركاته القادمة. نتمنى ذلك. نروح لشوط لهب محمد بن غدير بن عبيد الكتبي، ونقول له الناموس بو سالم وأداء لهب وانفراده في هذا الشوط. مشاركاته ممتازة. احنا نهني محمد بن غدير بن عبيد الكتبي، وهذا طبعا كأحد الشعارات العناوية المعروفة في عالم سباقات الهجن، و راعي لهب دائما يعني تواجده في مثل هذه الأشواط، والأشواط الرئيسية يكون له حضوره. ولهب احنا يعني متوقعين نشوفه بالصورة الطيبة في جائزة الكبرى وفي المهرجانات القادمة، في مهرجان الشيخ محمد الله يطول عمره، في أشواط الرموز سعيد بن عبيد وخوانه، يعني عنده نوعية فاخرة في الركض والسبق وعصافة بطان ما شاء الله. يعني هذا القعود ما استنزف ولا يعني يتمضايق من الحلال اللي عنده. أكيد أنهم يجهزونه المهرجان أبو خالد الله يطول عمره، وإحنا نقول يعني من منبر الأصايل يعني هذا القعود يبغي شوط الرمز في مهرجان أبو خالد الله يحفظه. الله يستاهل. نعم، ورعيه دائما يروح الى الاشواط الرئيسيه من لقى السبوق وماضيه طيب سبوق، ورعيه طعمرك العناوي يحطون امال عليه كثيره راعي هذا الشعار. عناوي عاد عندهم يعني جماهيريه كبيره سواء في الركض او في الرياضات الاخرى. اكيد اكيد اكيد. يقول لا تكلمني متصدر. انت عناوي متصدر؟ نعم عناوي بعد. اشهد عناوي. شو عناوي؟ شو هي؟ يعني تشجع نادي العين ولا كورة؟ ايه؟ ما داريها. ليش؟ بس حب الطية، حب الناقة، أحب الشيء اللي فيه فايدة. ما داني الكورة؟ لا لا تابع. الكورة بعد فيها فايدة ولا تابع. نصراوي هو. نصراوي. نعم نصراوي. معروف الرجال. شاورني أنا بوجه رسالة لكل العناويين وكل المشجعين سواء في كرة القدم أو من خلال. أنا مش هاوي كورة بس هذا. لا أنا سباقات القدم. وصلنا ختم هذه الحلقة. وسالم اسفيد بتعقب بتشوف تليفونك وبت العرب 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 شو تتابع خليفه خليفه تشوف ابا اعرف لا العرب العرب ابا اعرف شو تتابع بشتري شيء لا لا ما بشتري شيء هذا عمرك مسلم بن سليم بن صبيح المخيبي يطرشني مركاض الدانه ناقه سعيد يابر وهي سابقه اليوم في الشحانيه يستاهل والناقه علي الصوت علي الصوت ما عندك مشكله تتابعون يعني مدير مهرب نقول لك شيء لا على شفت ناقه سبوق ناقه رايت لها جمهور وانا قاعد اتابعه في السناب هو طرش لي الله يجزيه خير ويوجه له تحيه يستاهل والناقه لحقت في الامتار الخيره لحقت ناقه المسند يعني لحقت ناقه المسند فوق الخط شوف شوف لحقت ناقه المسند فوق الخط نعم. شو سرعة الناقة يعني يمكن ما تطلع الصورة عند ال نعم. يا لا بخله خلك ثابت غير زوم عليه نعم. إذا بيعطي زوم بتير اتحرك بسالك ابدأ شو سرعة الناقة ما شاء الله الناقة اللي الثانية ترى اللي بخلها سيف الأمير العام ايه
ما شاء الله. اللي الثاني اللي فن هي ماخذ سيف الامير العام. هنا عن فن فن شوف الفن ماخذ سيف الامير والدانا ماخذ سيف ولي العهد العام. والدانا السنه اول يعني محك لها صح. اول ظهور لها الناقه. الناقه السنه ما شفناها. الناقه بن شاهين مشاركات في المرموم. مشاركات لا بس على الكبرى ما شفناها. الكبرى تكلم لا الكبرى لا ما شفناها. والناقه سبوقه يعني الناقه العام ماخذنا عام تو ماخذنا سعيد يابر يمكن بثلاثة ونص ماخذ رمز الكبرى بن سعد نعم بن شاهين. والناقه تصنف من اقوى الحول اللي بتكون موجوده السنه عندنا في هذا الموسم. سأل الله يوفق ابو حمدان ان شاء الله. ابو حمدان ظني ابو حمدان ظني يبقى سيف شاركات تم طيب. شيخ خالد ولي العهد حمد الله ان شاء الله يوم الاربعاء ان شاء الله بعد بتكون مشاركه طيبه لهج الامارات في ختامي في الختامي. الله يوفقهم ابناء القبائل طبعا. لا ابناء القبائل نعم سيفنا اتمنى لهم التوفيق جميع. لكن بلا شك نبغي ربعنا تكون لهم مشاركه طيبه. الحلال اللي مشارك زين ونتمنى لهم حلال المركب. حلال المركب. طيب نحن وصلنا للختام ختام هذه الحلقة. نشكركم أخواني. شكرا أبو محمد. عفو طعم. شكرا أبو مسعود. عفو أبو خليفة حاضري. شكرا أبو سالم وأبو حمد. عفو أبو خليفة كذلك على التواجد في هذه الحلقة. إذا هذه هي حلقتنا الأسبوعية من برنامج اللاصال. نلقاكم مع انطلاقة مهرجان أبو خالد مهرجان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان للهجن هناك في ميدان الزيد. إلى ذلك الحين دمتم في حفظ الله ورعايته. مع السلامة.